بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وما توفاه الله عز وجل إلا وقد أكمل له الدين. فما لم يكن ديناً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون ديناً بعد ذلك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو استكمال لدرس سابق في مسائل التوحيد ومسائل السنة، وهي التي ذكرها الإمام ابن خفيف عليه رحمة الله، التي نقلها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وما ذكره أهل العلم من المحدثين التي سطروها في كتبهم وتناقلوها في القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه المسائل ذكرها ابن خفيف في كتابه عن التوحيد، وذكر فيها مسائل كانت شعاراً ورمزاً لأهل السنة، ونص على مسائل يحذر منها كانت شعاراً لأهل البدع. ولذلك هو يذكر مسائل ليحذر في ضمنها من أهل البدع، وهو عندما يذكر ذلك إنما يتبع ما أجمع عليه السلف، مثل مسألة المس على الخفين، فإنه ذكرها وهي من مسائل الفقه، لكنه ذكرها لصحة أدلتها ولأن ترك المس على الخفين كان شعار الرافضة، فهو أراد أن يبين ما هو شعار أهل السنة وما هو الشعار الذي عليه أهل الرفض. ومسائل كثيرة ذكرها في آخر المسائل كلها من هذا القبيل، يعني مسائل هي رمز لأهل البدع. لما ذكر ما يتعلق بالخروج على السلطان، لأن هذا شعار الخوارج والمعتزلة، وذكر مسائل سوف تأتي معنا
ونشير إليها إشارة، فاعرفوا لماذا هو ذكر هذه المسائل في العقيدة، وهو مقتدي بذلك بأئمة أهل السنة، فإنهم نصوا على ذلك. ولهذا من المسائل التي ذكرها وجوب الجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً. الجهاد هو قتال المشركين، وهو ينقسم إلى قسمين: جهاد ابتداء ويسمى جهاد الطلب، وجهاد هو لدفع المشركين المعتدين، وهذا يسمى جهاد الدفع. والجهاد يكون مع الأمراء، ولأنه وجد نابتة تقول: لا نجاهد إلا مع إمام معصوم، كما تقوله الرافضة، لا يرون الجهاد أصلاً حتى يأتي إمام دخل في السرداب، هكذا زعموا، فينتظرونه يخرج ويجاهدون معه. وأيضاً أقوام أخر قالوا: لا نجاهد مع من لا يطبق أحكام الجهاد كاملة، وهذا من مذهب الخوارج والمعتزلة، فإن الجهاد أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى حياته مجاهداً، ولذلك فلا يجوز لأحد أن يترك الجهاد ويترك ثغور المسلمين محتجاً بأن الأمراء فيهم فجور وفيهم تقصير وفيهم ظلم، وربما أخذوا الغنيمة لأنفسهم واستأثروا بها ونحو ذلك، فهذه الحجج كلها لا يلتفت لها أهل السنة والجماعة، ولهذا قرروا في عقائدهم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يعني الجهاد مع الأمراء سواء كانوا أبررة أو فجاراً فهو ماض إلى يوم القيامة. ولهذا قال هنا: هذه مسألة فقهية مذكورة أيضاً في كتب العقائد، في كتب عقائد أهل السنة، لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع، خالف فيها الروافض الذين يرون أن لا جهاد إلا إذا خرج إمامهم المهدي المختفي في السرداب منذ قرون، وخالف فيها الخوارج الذين يرون الخروج على أئمة الجور، فكيف يغزون معهم؟ هم يرون مجاهدة أئمة الجور، فكيف يغزون معهم؟ أما أهل السنة فلا يجوز عندهم تعطيل الجهاد، وإن كان الإمام فاجراً أو فاسقاً، لما يترتب على تعطيله من مفاسد تفوق فجور السلطان. قال الإمام الطحاوي في عقيدته، والعقيدة نسبت للطحاوي وهي عقيدة أهل السنة، لكن الطحاوي ذكرها عن أهل السنة، فإذا قيل هنا عقيدة الطحاوي المراد عقيدة أهل السنة التي ذكرها الطحاوي.
قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. ونص على أن يكون الأمير من المسلمين، أما لو كان غير مسلم فإنه لا يجاهد معه ولا كرامة، بل هو يستحق الجهاد. وهل ممكن أن يستولي على المسلمين شخص غير مسلم؟ نعم كثير، فإنه حصل في فترات من التاريخ أنه استولى على المسلمين القرامطة، وفرق كثيرة منسوبون إلى الزندقة استولوا على المسلمين، فهؤلاء لا يغزى معهم ولا يجاهد معهم. أما إذا كان الجيش جيش إسلام وهو ينصر الإسلام فإنه يجاهد معهم، يجاهد معه مع الجيش المسلم. ولهذا قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني سواء كان الحاكم برا أو كان فاجرا. قال: إلى قيام الساعة، يعني إلى قريب قيام الساعة، عندما في آخر الزمان لما لا يكون في الأرض من يقول الله الله، فهذا هو المراد، المراد بقولهم إلى قيام الساعة. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الإمام ابن أبي العز شارحاً هذا، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وقال علي بن المديني: أعزك الله، السنة، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني هذه الخصال التي يذكرها علي بن المديني وهو محدث مشهور، فهو يذكر هذه الخصال التي هي شعار لأهل السنة، وأن الذي لم يقل بخصلة منها فهو ليس من أهل السنة. وذكر منها: والغزو مع الأمراء ماضي إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وهذه العقيدة التي ذكرها علي بن المديني رواها الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس العطار: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقال قوام السنة الأصبهاني
ومن السنة السمع والطاعة لولاة الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً، والصلاة خلفهم في الجماعات والأعياد، والجهاد معهم. وهذا ذكره في كتابه الحجة في بيان المحجة، الحجة في بيان المحجة. كل هذه النقول تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. ونقل عن أحد أعلام المالكية وهو عبد الملك ابن حبيب قال: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بالعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله، وعلى الشرك وأهله. وهذا يدل على أن على هدف الجهاد العظيم وهو مدافعة المشركين، لئلا يتسلط المشركون على المسلمين ولا على ديارهم. وقال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية عندما يذكر عقيدة أهل السنة قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً. وقوله الحج لأنه جرت العادة أن الخلفاء أو نواب الخلفاء يحجون بالناس ويقفون بهم في المشاعر ويصلون بهم ويخطبون الخطب، فإذا كان في أحدهم فسق أو فجور فهذا لا يمنع أن تقوم بهذه الشعائر وفسقهم وفجورهم عليها عليهم، لكن لا تترك هذه الشعائر العظيمة لأجل فسقهم وفجورهم. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وبوب البخاري قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. ومعروف أن فقه الإمام البخاري في تبويبه، فهو بوب باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هو استنبط من هذا الخيل معقود في نواصيها الخير لأن الجهاد كان يكون على الخيول، فمعنى ذلك أن الخير معقود بنواصيها، وأن إقامة الجهاد فيه الخير، إقامة الجهاد فيه إعزاز للمسلمين وفيه إذلال للمشركين وفيه الخير. فهذه هي أوردها البخاري بقوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وذكر أيضا الرواية الأخرى عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
الأجر والمغنم، فدل على أن المراد بالخيل ليست هي التي لغير الجهاد، وإنما المراد بها التي فيها الأجر والمغنم، والمغنم هو الذي يؤخذ من المشركين، فدل على أنها خيل المجاهدين، وهذه فيها الخير إلى يوم القيامة. قال المهلب: استدلال البخاري صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة، من أجل أنه أبقى صلى الله عليه وسلم الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وقد علم أن من أئمته أئمة جور لا يعدلون، يعني ذكر أنه تأتي أمراء فيهم جور وفيهم ظلم، وهو علق الجهاد إلى يوم القيامة، فدل على أن الجهاد ماض مع أئمة الجور ومع أئمة العدل، فأوجب هذا الحديث الغزو معهم. ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين، وأمره بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، معنى عبد حبشيا يعني لو تسلط على المسلمين مسلم وهو عبد حبشي ولم يختاره المسلمون لكن تسلط عليهم وأقام شعائر الدين، وهذا هو الذي يسمى السلطان المتغلب، فإنه حصل في فترات من التاريخ في زمن المماليك، كانوا مماليك يعني كانوا مماليك للدولة. ثم تقووا وأسقطوا الخلافة واستولوا على الدولة، ولكنهم حصل منهم خير ونفع للمسلمين وهم في أصلهم مماليك، وهذا يحمل عليه حديث ولو كان عبدا حبشيا. وهذا الحديث في صحيح البخاري: ولو كان عبدا حبشيا. وقال زين الدين العراقي: استدل به أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما على أن الجهاد واجب مع البر والفاجر، لأنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على أنه لا فرق في حصول هذا، لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور. وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى يوم القيامة، فيه بشرى لأنه قال إلى يوم القيامة، وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى يوم القيامة. قال: المراد قربها، يعني قرب القيامة، وأشراطها القريبة، وهذا ذكره صاحب كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، وذكره ابن حجر في فتح الباري. هذا فيما يتعلق بالجهاد. ثم ذكر مسألة أيضا وهي من مسائل الفقه لكنها شعار لأهل السنة،
فقال وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، فقال والصلاة بالجماعة حيث ينادى لها واجب إذ لم يكن عذر يمنع من ذلك. وهذا القول هو الصحيح في المسألة من أقوال أهل السنة. أرأيتم إذا كان المسألة القول المخالف فيه شذوذ أو صار شعارا لأهل البدع فهو يذكره، فهو ذكر وجوب صلاة الجماعة وذكر أن أهل السنة لهم فيها أربعة أقوال، فقيل فرض كفاية صلاة الجماعة، وهو يريد بذلك أنه لو تواصى أهل قرية على أن لا يصلوا صلاة الجماعة فإنهم يقاتلون على ذلك، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. هذا معنى الذين قالوا فرض كفاية. وقيل سنة مؤكدة، وأيضاً كلمة سنة مؤكدة فإن العلماء يرون تارك السنة المؤكدة مثل ركعتي الفجر فإنه يأثم، فبالتالي ذكر أن الخلاف لفظي، ما دام أنه واجبة، ما دام أن من يرى السنة المؤكدة واجبة، فإذا قلت سنة مؤكدة ليس المراد بها أن هي المراد بها السنة التي لا يأثم تاركها. وقيل شرط لا تصح الصلاة بدونه، وقيل صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة بدونها. هذه الأقوال لكن اتفقوا على أنها أفضل من الصلاة منفردا. وقوله واجب إنكار على من قال بأنها سنة مؤكدة، إلا أن الخلاف بينهم وبين من أوجبها شبيه باللفظ. قال ابن القيم وقالت المالكية والحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة، لكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة، يقولون أنه يأثم، فإذا اقترب قولهم من قول من أوجبها، ما دام يؤثمونه، ما دام يرون أنها سنة مؤكدة ويقولون يأثم بتركها، فكأن الخلاف لفظي. فمن قال منهم سنة قالوا هي سنة شبيهة بالواجب وليس على القول بسنيتها كل الحنفية، يعني لما قال بذلك الأحناف والمالكية ليس كلهم قال ذلك، وإنما مشهور هذا في مذاهبهم، لكن غيرهم لا يرى وجوبها، علماء كبار منهم يرون وجوبها. قال ابن عابدين الحنفي صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، يعني هذا ابن عابدين وهو حنفي، فمعنى ذلك أن القول بسنيتها وعدم وجوبها أنه موجود في المذهب، لكن الراجح فيه أنها واجبة.
وصرحوا بفسق قال وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، يعني من ترك صلاة الجماعة واستمر على ذلك فإنه يعزر. وقال شيخ الحنفية في مصر الطحطاوي قوله والصلاة بالجماعة سنة المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين، يعني حتى الذين قالوا سنة فإنهم لا يدخلون فيها الجمعة والعيدين، فإنها فيهما إلى غير ذلك. وعند بعض المالكية يقاتل أهل البلد على تركها. كيف يقاتل؟ يعني لو كلهم ما يصلون جماعة فقد هجروا شعيرة من شعائر الإسلام. لو تواصى أهل بلد على أن لا يصلوا جماعة ولم يبنوا مساجد في بلدهم فهؤلاء يقاتلون، يقاتلهم الإمام على التواصي على ترك هذه الشعيرة. وعند بعض المالكية يقاتل أهل البلد على تركها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال. فقيل هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي. ويذكر رواية عن أحمد وقيل هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي. وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد هي واجبة على الأعيان، يعني كل شخص يجب عليه أن يصلي في الجماعة. قال وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم، وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته، يعني بعض العلماء لا يصح صلاته إذا صلى منفرد لوحده في البيت من غير عذر، على قولين، يعني من قال أنه يأثم وصلاته صحيحة، ومن قال صلاته لا تصح إذا لم يكن له عذر. فإذا الموضوع خطير، يعني التهاون في صلاة الجماعة أمر خطير. قال ابن القيم ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. هذا ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها. ومما استدلوا به على الوجوب أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، يعني رجال لا يحضرون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. يعني يريد أنهم لو شيء من لعاع الدنيا لحم أو شيء من هذا لجاءوا لصلاة العشاء. فمعنى ذلك أن الذي يتخلف هو متهاون بدينه. وهذا الحديث رواه البخاري، وعند مسلم في أول الحديث: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذه أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر الحديث: لقد هممت، إلى آخره. قال ابن المنذر: وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض. يعني هذا مما يدل على الوجوب. وذكر أيضا، قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. وقال البغوي: اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. هذا ذكره البغوي في كتابه شرح السنة، ولعله يقصد اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الخلاف الذي مر معنا جاء بعد الصحابة، واتفاق الصحابة هذا شيء عظيم جدا. يعني من الذي يفرط في شيء اتفق عليه الصحابة؟ وأيضا مما استدلوا به حديث أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ يعني تسمع المؤذن الذي ينادي للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي رواية أبي داود: لا أجد لك رخصة. قال ابن رشد: وهو كالنص في وجوبها مع عدم العذر. وقال ابن المنذر: فإذا كان الأعمى كذلك
لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة. ثم انتقل إلى مسألة والناس يظنون بسيطة لكنه هو أشار إليها ليبين شعار أهل السنة من شعار أهل البدع، فقال: سنية التراويح، والتراويح سنة، يعني نص في عقيدة أهل السنة والجماعة على أن التراويح سنة. لماذا؟ قال: هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أنها بدعة حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: الرافضة تكره صلاة التراويح، فإذا صلوا قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. يعني لو شخص صلى التراويح قبل صلاة العشاء فإن التراويح تكون بعد صلاة العشاء، فإنه سلك طريقة أهل البدعة. وذكر أن الرافضة يكرهون صلاة التراويح لأن الذي جمع الناس على إمام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يخالف بذلك أحد من أهل السنة. وقال النووي: اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، ويقصد بالعلماء علماء المسلمين ما عدا الرافضة. وقال: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أو في جماعة في المسجد. يعني يقصد هنا إذا كان التراويح قائمة في المساجد وصلى رجل التراويح فلا حرج، لكن إذا هجرت في المساجد واقتصر على البيوت فهذا هو الذي ينكره العلماء، لأنهم يعني أخفوا أو أخروا شعيرة من شعائر الإسلام. ثم ذكر مسألة من هذه المسائل لما ذكر الصلاة. قال ابن خفيف: ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. انظروا إلى خطورة الأمر والعياذ بالله. وهذا وهو هنا ينقل العقائد المنقولة عن أهل السنة: من ترك الصلاة ولم يهتم بها. بعض الناس لا يهتم بالصلاة، وبعضهم إذا كان في عمل ما يصلي الجماعة أو لا يصلي منفردا ويتركها لأدنى الأعذار، وهذا كفر والعياذ بالله. فإن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، لأنه لم يكن بين الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف في كفر تارك الصلاة. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينهم خلاف أن تارك الصلاة كافر، وإنما حصل الخلاف بعد ذلك. قال الإمام محمد بن نصر المروزي: ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجيئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، يعني الاختلاف
في كفر تارك الصلاة، هذا حدث بعد عهد الصحابة. وذكر أدلة كثيرة فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة، ومنها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم استدل بقضية أخرى، وهي قوله الأحاديث الصحيحة في النهي عن منابذة السلاطين الفجار ومنازعتهم، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، يعني لا تنازعون السلاطين وتقاتلونهم إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. وفي الرواية الأخرى قال: لا ما صلوا، يعني لا تنازعونهم ما دام أنهم يصلون. فدل على أنهم أن تارك الصلاة عمداً فإنه أنه يكفر كفراً أكبر. قال: فهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر بواح، عندنا من الله فيه برهان. وقال شيخ الإسلام: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، يعني الذين يقولون لا يكفر إلا أن جحد وجوب الصلاة. قال: الأدلة التي يحتجون بها هي نفس يعني التارك لها تتناوله هذه الأدلة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الإسلام، وعمود الشيء إذا سقط كله. وهنا نقل عن الشيخ حمد بن ناصر بن آل معمر قال: فهذه الأحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة، مع ما تقدم من إجماع الصحابة كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد الله ابن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم. ثم ذكر مسألة أخرى، وهذه أشار لها ابن خفيف في قوله: الشهادة والبراءة بدعة. فما معنى ذلك؟ لما ذكر العقيدة قال: والشهادة والبراءة بدعة. فلننظر ما هذه البدعة حتى نتجنبها. وكونهم يذكرونها في العقائد يدل على أهمية الأمر. قال: وهذا فيه آثار عن السلف رحمهم الله. روى عبد الله بن أحمد عن سلمة بن كهيل قال: جمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة وصالح
وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة، أجمعوا على أن الإرجاء بدعة. الإرجاء هو أن لا تذكر العمل من الإيمان، يعني عندك الإيمان مجرد التلفظ باللسان وتخرج العمل من الإيمان، فقال هذا بدعة. والولاية بدعة والبراءة بدعة والشهادة بدعة. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله، البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة؟ قال: البراءة أن تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شخص يتبرى من أحد من صحابة الرسول فهذه بدعة، فالصحابة لا يتبرى منهم حتى من حصل منه أخطاء ما دام أنه صحابي فلا يتبرى منه، وهو يشير بذلك إلى الرافضة الذين يتبرؤون من كثير من الصحابة. والولاية بدعة، قال: أن يتولى بعضاً ويترك بعضاً، يفرق بين الصحابة كما تفعله الرافضة فيقولون: نتولى علي ولا نتولى أبا بكر وعمر، فهذه بدعة. والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار، يعني مهما ما دام أنه مسلم ووقع في معاصي فلا تشهد أنه من أهل النار، وأمره إلى الله عز وجل. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة: وقوله أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرى من أبي بكر وعمر، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل بالإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فمن جاءه العلم ثم خالف فهذا هو الباغي. فإذا سمعت قول أحد من السلف يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة، فاعرف ذلك، اعرف ماذا يقصدون. قال: والشهادة أن تشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، يعني شخص مهما ارتكب من الذنوب ما دام ما ارتكب شركا صريحا ومات عليه فهذا ما تشهد أنه من أهل النار. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي وجوب الصلاة على أموات المسلمين، يعني في الجملة لابد أن تقام، ليس أن يجب على كل فرد أن يصلي، لكن ترك الصلاة بالكلية فهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله نوضح هذه المسألة. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك.